السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة من سلطنة عمان ومن مرتفعات الجبل الأخضر. أنا متواجدة على أحد قمم الجبل الأخضر، والجميل أن عندهم الآن فصل الشتاء، والمميز أن أشجارهم في حالة ثبات. كيف؟ لا تسألوني، لكن فعلا معلومة جميلة عرفتها من أهالي المنطقة. سبحان الله، هذا المرتفعات تتميز بوجود أشجار معمرة لا تتواجد إلا في المرتفعات التي تتميز بشدة البرودة. وسبحان الله، الآن الأشجار في فصل الشتاء مثل ما يقال أنها تدخل في سبات شتوي. الناظر يوم ينظر لها يظن أنها ميتة، ولكنها تدخل في سبات شتوي وتعود حية في فصل الصيف. وسبحان الله، في خلقه شؤون. فهذه مرتفعات الجبل الأخضر والتي تشتهر بوجود أشجار الرمان والزيتون والتين والخوخ والكثير والكثير من الفواكه.